بمناسبة نهاية رأس سنة 2022 وتنزيلا الاستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، فولاية المكناس يعني اختصوا على مجموعة ديال الإجراءات وجميع الترتيبات المحكمة من أجل ضمان يعني المرور ديال المناسبة في أحسن الظروف، وذلك من خلال أولا عمليات شرطية واسعة النطاق يعني كتشارك فيها يعني جميع المكونات ديال ولاية الأمن من فرق ديال الشرطة القضائية، خاصة فرقة محاربة العصابات، كذلك فرقة الاستعلام الجنائي وباقي الفرق الأخرى، كذلك دوائر الشرطة، نجدة الهيئة الحضارية، وحدات حفظ النظام، فرق الدراجيين إلى غير ذلك من يعني من المصالح، فرق الاستعلامات العامة كذلك، بحيث كنعتمدوا بالإضافة من طبيعة الحال لهذه العمليات الشرطية واحد العدد ديال الدوريات يعني راجلة ومتنقلة، بالإضافة إلى تدعيم يعني السدود القضائية اللي في المداخل ديال المدينة، كذلك تنصيب يعني واحد العدد ديال نقاط المراقبة يعني لضمان يعني تغطية يعني متوازنة، هذا بالإضافة من طبيعة الحال السهر على تسهيل العملية ديال السير والجولان اللي كتكون يعني ملحوظة يعني خصوصا في هذه المناسبة عبر التركيز من طبيعة الحال على بعض المحاور اللي هي أساسية، بالإضافة للجاهزيات يعني المصالح ديال حوادث السير اللي كتكون يعني جاهزة لأي تدخل في الوقت يعني المناسب، بالإضافة من طبيعة الحال التجاوب مع النداءات ديال المواطنين سواء عبر الخط 19 أو يعني الأرقام الثابتة ديال الولاية، وكذلك في الميدان من أجل من طبيعة الحال تعزيز يعني الثقة ما بين المواطن والمؤسسة الأمنية وتكون النجاعة والفعالية. ما نغفلوش ايضا وحنا في ظل يعني انتشار يعني ديال هذا الوباء اننا كنسهروا ما امكن اننا ونحرص على تطبيق يعني الاجراءات يعني الاحترازيه اللي مصدره من طرف يعني السلطه العموميه، سواء من حيث يعني ارتداء الكمامه والتباعد يعني الاجتماعي واحترام يعني الوقت ديال الاغلاق. وحنا كما عهدنا يعني المواطن المكناسي اننا دائما رانا الاشاره ديالو 24 ساعة يعني على مدار يعني الاسبوع من اجل يعني ضمان تغطيه يعني متوازنه وتغطيه كتضمن يعني الامن والامان والسكينه والطمانينه في هذه المدينه الجميله. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.